اجتهدوا اليوم الرحيل. ان دايما علو الهمه محتاج حاجتين عشان يبقى همتك عاليه قوي في العباده وفي الطاعه وفي البذل والعطاء وتعمير الدنيا ووضع بصمتك، وحاجتين محاسبه النفس، وبعدين تصور كامل وشامل عما يحدث في الاخره منذ خروج الروح والى الجنه او النار، ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. يتحل همتك، تعلي همتك كما قال الامام ابن القيم: ان الله اذا اراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار، فما من قول ولا عمل الا عرضه على ذلك، على اي على الجنه والنار. العمل ده يوصل الجنه، يبقى نعمله. الكلمه دي توصل الجنه نقولها، الكلمه دي توصل النار بلاش، ارجوك بلاش، الله يبارك فيك. العمل ده يوصل النار بلاش منه، تتحملش النار التي اوقد عليها الف عام حتى احمرت، الف عام حتى ابيضت، الف عام حتى سودت، فهي الان سوداء قاتمه، مش هتستحمل، مش هتستحمل. انت لو حطه تحت ايدك عود كبريت، والله العظيم اقسم بالله لو راجل مصارع من اقوى الرجال في العالم والله ما يتحمل عود كبريت. امال لما النبي يقول ناركم هذه التي توقدون عليها، شفت النار اللي في الدنيا اللي بنسيح بها الحديد والصلب؟ قال: هي جزء من 70 جزءا من نار الاخره. دي روايه مسلم، وفي روايه احمد: هي جزء من 100 جزء من نار الاخره. فالصحابه قالوا له: وان كانت نار الدنيا كافيه، يعني ربنا عافينا، لو هنتعذب في نار الدنيا دي كفايه قوي، وفي حد يستحملها اصلا؟ فقال: أجل، ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. اللهم استعان، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين.